Salam alaikum. Alors, bonsoir tout le monde. Ça va, les bébés, alaikum. Alors, tabarakallah, hadd kbir hadr maana le bidaya, donc marhaba bikoum. Bien sûr, je sais bien anna bzaf dial bzaf menna, surtout ma ngoulch l'ayalat ou les nisa, ma ghadich nsibli faqat had يعني هاد العينه مي راه تبارك الله حاليا كلشي ولا كيهتم بالبشره ديالو ميم حتى لي زوم دونك انا هادي ظاهره اللي وليت كنلاحظها بزاف واكيد حتى نتوما كتلاحظوها العنايه بالبشره والعنايه بالوجه هي شي حاجه اللي ولات الان شي حاجه عاديه شي حاجه روتينيه فمزيان اننا نزيدو نفهمو اكثر ونعرفو كيفاش نتهلاو في البشره ديالنا وكيفاش نختاروا شي حاجه اللي غتجينا على حساب النوع ديال البشره ديالنا ونعرفو بزاف ديال الامور ان شاء الله فاليوم ان شاء الله غتكون حصه اللي هي مميزه حصه زوينه فنبغيكم ان شاء الله انكم تركزوا معنا وتكونوا حاضرين معنا ومزيان انني نسجل ونقيد دي نوت بيتيت نكون يعني تكون شي حاجه تبارطاجا لي شي حاجه جديده عليا ولا شي حاجه مازال ما يعني ما كنعرفهاش دونك مزيان اننا نسجلوا و او ميم طون نركزوا مزيان فاليوم ان شاء الله غتكون واحد الحصه اللي هي خاصه بالبشره والمفاجأة هو أن ما غنهضروش على قام اللي كتصلح فقط نوع من الأنواع البشرة غادي نهضروا على واحد لقام اللي كتهم جميع أنواع البشرة داكوغ دونك كاملين غنحتاجوها وكاملين عندنا لو بوزوان لهاد لقام هادي اللي كتشوفوها معايا هي محطوطة هادي استعمال ديالي الشخصي فغادي نبداو أول حاجة إن شاء الله هو شنو هي ولا شنو هو بعد الجلد نتكلموا على شنو هي البشره دونك البشره هي اول حاجه هي عضو من الاعضاء ديال جسم الانسان دونك ملي تنقول عضو من الاعضاء جسم الانسان تبغي انها حتى هي كتحتاج انها تغدى حتى هي كتحتاج انها الماء حتى هي كتحتاج تنفس حتى هي كتحتاج النعاس ترتاح بزاف ديال الامور اللي كيحتاجها البشره ديالنا باش كومسا كنقدروا اننا نحافظوا عليها البشره ديالنا او ميم طون هي كتكون من ثلاثه ديال طبقات وبيان سور كل يعني نتكلموا على هذه الطبقه الخارجيه اللي كتبان هي الطبقه بالذات اللي كتحمينا من جميع العوامل الخارجيه اللي غنتكلموا عليها منها الهواء منها الشمس منها البرد منها يعني السخونيه منها العافيه منها الاشعه ديال الشمس دونك الطبقه الخارجيه هي اللي كتاكل الدق بزاف فلذلك هي اللي خصنا مزيان نعرفوا كيفاش نعتنيو بها وعلى حسب بيان سور نوع ديال البشره فكما قلنا فالبشره ديالنا هي ثلاثه ديال الطبقات الا غنتكلموا على الطبقه الخارجيه ديجا هضرنا عليها كاين الطبقه الوسطانيه هي طبقه كتسمى طبقه الادمه وكاين الثالثه هي الطبقه ما تحت الادمه تكلمنا على الطبقه الخارجيه بيان سور الطبقه ديال الادمه هي كتكون مسؤوله على بزاف ديال الغدد ديال اللي مسؤوله على الافرازات ديال الدهون كذلك افرازات ديال العرق كتكون كذلك مسؤوله على اللون ديال البشره والطبقه ما تحت الادمه هي كتكون فقط مسؤوله على الشعر اللي كينوض لنا في البشره دونك الا كان ديزيكيليبر وكذلك العرق ديال البشره دونك ثلاثه بهم عندهم وظائف وثلاثه بهم مهم بزاف انني نعتني بهم وخصني نختار شي حاجه اللي كتابسوربا وتدخل ليا لهاد ثلاثه ديال الطبقات ديال البشره ديالي فنتكلموا على بعض المشاكل ديال البشره دونك حنا كنعرفوا ولا انواع باردون انواع ديال البشره كاين اربعه ديال الانواع داكوغ خصنا يعني ننتبهوا لهم مزيان ما كاينش خمسه ما كاينش سته ما كاينش كثر فانا كنسمع بعض المرات بشره حساسه نوع بشره هادي نوع نو هذاك غير مشكل من الانواع ديال البشره هما اربعه فقط كاين البشره الجافه بيان سور كتكون معروفه هي اللي كتكون ناشفه بزاف كتنشف وهي اللي كيكون ظاهر عليها بعض كتقشر بزاف كتكون معرضه للغيد بزاف كتكون معرضه للطاش بزاف كتكون معرضه للبهك اولا النمش دونك البشره الجافه كتكون يعني كتاكل الدق بزاف البشره الدهنيه هي بشره اللي كتكون مزيته سواء في الصيف او لا في البرد دائما كنلقى واحد الزيوت في المنطقه ديال الوجه ديالي كامله
سي فري هي مزيان نوع مزيان ديال البشره، مي كيخصها حتى هي العنايه بزاف، خصها الاهتمام بزاف، خصها الغسيل بزاف باش ما يبقاش يبان الوجه ديالي مزيت ولا الوجه ديالي يعني ما كتكونش داك المنظر جميل في البشره ديالي. كاين المختلطه، فدير انها كتكون فتره ديال الصيف دنيا وفي فتره ديال البرد كتكون ناشفه. دونك هذه البشره المختلطه انا شخصيا عندي نوع ديال البشره مختلطه، فدير يعني في البرد كندير لها عنايه وفي الصيف كندير لها عنايه اخرى. كاين البشره العاديه هي اللي كنطمحوا لها كاملين انها تكون عندنا بيان سور، هي كما كنسموها بو ديال الاي بيبي، وهذه احسن نوع وحتى هي كيخصنا نعتنيو بها مزيان، لان لو ما اعتنيناش بها فهي غادي تصبح كتقدر يعني كتقلب، ما غتبقاش بشكل نورمال، غتقدر تولي عندنا دهنيه ولا جافه ولا على حسب التهلو ديالي في البشره ديالي. بعض المشاكل، كاين مجموعه من المشاكل مي غنشوفوا الاكثر يعني انتشارا واللي هي اولهم كاين التجاعيد، كاين مشاكل ديال الجفاف ديال البشره وتقشر ديال البشره، كاين مشكل ديال الكلف اولا البقع السوداء، كاين كذلك مشكل ديال الهالات السوداء، وكاين مشاكل ديال حب الشباب ولا البثور اولا الحبوب اللي كيكون كبير ولا غليظ اللي كيخلي ليا حفر في الوجه ديالي. وبيان سور هادشي كامل مسؤولين عليه بعض العوامل، منهم عوامل اللي هي داخليه في الجسم ديالنا ومنهم عوامل اللي هي خارجيه في الجسم ديالنا. الا غنتكلموا على العوامل الداخليه، خصنا نعرفوا ان مشكل ديال البشره ماشي هو فقط غادي نجي غلق عندي انا مشكل وغادي نبدا نقلب على علاج خارجي فقط، لا، فالبشره هي اي حاجه، هي انا كنسميها مراه لما هو داخلي للذات ديالنا. استاذه الا كان عندي مشكل داخلي كيقدر يبان لي على الوجه ديالي، كان عندي مشكل ديال ستريس، كان عندي مشكل ديال قله النوم، كان عندي مشكل ديال قله الحركه، كان عندي مشكل ديال قله شرب الماء اولا الاكل غير متوازن، اولا مشاكل مثلا في الجهاز الهضمي، اولا مشاكل في الكبد، اولا الكلي، اولا مجموعه من المشاكل الداخليه الاعضاء ديالي اكيد كتسبب ليا مشكل على برا. بحال شي حيط عندك فيه لاميديتي، هنا ما خصنيش نجيو فقط ونبدا نصبغ فيه، فإلا صبغتو العام الجاي غيعاود يخرج لي المشكل والعام اللي موراه غيعاود يخرج المشكل، دونك شنو خصني نعالج المشكل بالاساس داكوغ، يعني نعالج ما هو داخلي وعاد نشوف شي حاجه اللي هي خارجيه. وهنا نتكلموا على العوامل الخارجيه، والاهم حاجه اللي كتهمني البشره ديالي كاين عوامل اللي خصني نهتم بها، اولهم التنظيف داكوغ. كاين انا بعد لي كليون تيقولوا لي ما انا ما كندير حتى حاجه لوجهي ولا ما كنغسلش وجهي ولا انا وجهي طبيعي، نو راه خطا كبير. الوجه خصو ليدغاتاسيون، خصو التنظيف، خصو نيتواياج ضروري، لاننا حنا كنخرجوا كنتعرضوا للهواء، كنتعرضوا للغبره، كنتعرضوا للتلوث، مجموعه من الامور، فالجلد ديالنا راه حتى هو كيتنفس، راه خصو يتغسل، خصو يتغذى، خصو ياخذ الماء، خصو الرطوبه، خصو بزاف ديال الحويجات، خاصو بروتيكسيون، خاصو حمايه. والحمايه بشكل غلط بزاف ديال الناس كيقولوا انا خصني تنخرج الشمس اولا نخرج الزنقه عاد ندير لا بروتيكسيون، لا، لا بروتيكسيون كدار من وانا في الدار، انا قدام البيسي، انا قدام التليفون، انا قدام بدات خير فران، انا في لا كويزين، انا في شي بلاصه اللي نقدم التلفازه، دونك هادو امور كامله خاصها لا بروتيكسيون، لا بور خاصها لا بروتيكسيون من مجموعه من العوامل الخارجيه ماشي فقط الشمس اولا الاشعه ديال الشمس، دونك هادي نحطوها في بالنا. اي بيان سور اليوم جبنا لكم واحد لاغام غنتكلم عليها ان شاء الله، اللي هي باز ديال واحد لا بلونت، بيان سور فيها مجموعه من المكونات حنا غنكتشفوهم، مي غادي نكتشفوا غادي نتكلموا اكثر على واحد النبته اللي هي لا باز ديال هاد لي برودوي كاملين واللي كتبوها جد بواحد النسبه ليا كبيره بزاف. هاد النبته هذه هي النبته ديال لالويفيرا او الصبار او السبر ولا كل واحد وكيفاش كيسميها. فهاد النبته هذه هي الاسم ديالها باربا دينسيس ميلر، فلالويفيرا هي تقريبا كاين اكثر من 320 نوع داكوغ، باش غنعرف انا النوع المزيان من النوع الخايب بيان سور خصني نتجه للمختصين اخصائيين في هذا الميدان هذا، وبيان سور لا سوسيتي فوريفر تبارك الله عندها اخصائيين، عندها دكاتره دي بروفيسور اللي
يعني درسوا لنا هادشي كامل وقادوه، وبيان سور لا باز ديالو هاد المثال ديال لالويفيرا اللي فيها بزاف ديال الخصائص. اول حاجه كنشوفوا تبارك الله فيها 75 عنصر مغذي، منهم دي فيتامين، دي مينيرو، احماض امينيه، مضادات الاكسده، دي زونزيم، فيها نسبه كبيره ديال الماء كذلك. وحنا اليوم الاتجاه ديالنا غنتكلموا على البشره، داكوغ؟ دونك غنهضروا شويه على البشره ونهضروا على الاهميه ديال هاد النبته ولا هاد لافوفيغا. اشنو كدير لنا في البشره؟ اول حاجه كديرها هي انها كترطب لينا الجلد اولا كترطب لينا البشره ديالنا، وكتعطيها واحد النضاره وواحد الاشراقه كبيره بزاف. حاجه اخرى هي مزيانه مضاده للالتهابات، مشاكل جلديه، الحروق وغيرها، وكتجدد لنا الخلايا ديال الجلد ياسر حتى الاعضاء الداخليه، مي الجلد خاصه حنا كنتكلموا اليوم على الجلد، فبالتالي كتحاربنا مشاكل ديال التجاعيد وديال الخطوط الرقيقه اللي كتكون وبزاف ديال الامور. كتخفف لنا من الالتهابات الجلديه بحال مشاكل الجلد بحال الاكزيما، بحال الصدفيه، بحال الشامبينيون، بحال الحزاز او اي مشكل كيكون عندنا في الجلد ديالنا، دونك هائله بزاف. حاجه اخرى ان لالوفيرا كتقينا من المشاكل، منهم حد الشباب، منهم البقع الداكنه ليتاج، منهم مشاكل ديال النمش وغيرها. والجميل الجميل هو ان لالوفيرا فيها واحد الماده اللي سميتها ساليسيليك. الوغ هذه الماده هذه هي بمثابه مقشر بالنسبه للبشره ديالنا. دونك لو طون اللي كدير لو جيل ديال لالوفيرا في البشره ديالك كتحس بها انها كتقشر، يعني ديك الطبقه ديال الفوقانيه كتمشي، فلذلك فهي كتوحد اللون ديال البشره، هذه واحد. ثانيا كتفتح لنا اللون ديال البشره، وحاجه اخرى كتقلل من الدهون اللي كتكون عندنا في البشره. ولالوفيرا هي سريعه ديال الامتصاص، فبالتالي كتدخل لثلاثه ديال الطبقات اللي تكلمنا عليهم، وكدير لنا ليكيليبر كاع هاد الانواع. حاجه اخرى يعني كتخلي لنا البي اش ديال البشره ديالنا كتخليه نوتر، وكتحافظ على لي باكتيري اللي كيعيشوا فوق الجلد ديالنا، فبالتالي فريمون كتعطي نتائج زوينه. وهادشي علاش شاك فوا كتعاود تستعمل لالويفيرا اولا كتستعمل المنتوجات اللي فيها لالويفيرا كتلقى نفس الريزولتا وكتلقى نفس النتيجه، ما كي يعني سواء استعملتيها عام ولا عامين ولا حتى 10 سنين كتلقى نفس النتائج هي هي. ف بيان سور مقويه المناعه ديال الجلد ديالنا، وهذه اللي هي خاصيه زوينه بزاف كذلك. وكاين بزاف ديال الامور ما يمكنش ندخلوا، لان الا تكلمنا على النبته ديال لالويفيرا فقط فاكيد غادي يدير لنا وقت كثير، مي انا حاولت نركز على امور اللي كتهم الجلد ديالنا. فغادي نتكلموا على اول منتوج من الباقه ديالنا ديال اليوم اللي هي لا غام بلو او الباقه الزرقاء مع فوريفر. هي كتكون من سته ديال لي برودوي. اول منتوج غنتكلم عليه هو هذا، سي المقشر او لا الاكسفوليون او لا الغوماج ديال فوريفر. بيان سور تبارك الله كنشوفوا شنو فيه، فيه واحد المجموعه من لي الكاميرا هنا فوالا. دونك فيه مجموعه من المكونات، منهم لالويفيرا، منهم الشاي الابيض، طحالب ديال البحر، مستخلص ديال الخيار، ومستخلص ديال فوالا قصب البامبو، وفيه نواة ديال العنب، وفيه قشر ديال الليمون، فيه الباباي، فيه الاناناس، وفيه لا فيتامين ا و او و سي. داكوغ، هاد لو غوماج هذا بيان سور حتى هو كيصلح لجميع انواع ديال البشره دي اولا. حاجه اخرى هو انه كينظف لنا البشره من العمق. فملي كنهضروا على الغسيل بيان سور الغسيل مزيان، فانا كنغسل، مي الدور ديال المقشر هو انه كيحيد لينا داك الشوائب اللي كتبقى تحت الجلد بيان سور، وكيقشر لينا لابو ديالنا. ومهم بزاف لان البشره راه كتجدد كل شويه، فلدرجه انني الا غسلت الوجه ديالي ومسحته بفوطه فخص ديك الفوطه طريقه المسيح ديالي اولا انها خصها تكون رطبه بعدا بزاف، ما تكونش ماشي الفوطه اللي كنمسح بها يدي هي غنغسل نمسح بها وجهي، فخصني ننتبه بزاف لان البشره ديالي سورتو الوجه فهي بشره اللي هي حساسه بزاف. حاجه اخرى هو كيوحد اللون ديال البشره وناعم، لان الحبيبات اللي فيه ماشي رمله، ماشي فهي حبيبات ديال الباباي و
فريمون كتمحدك حدك انت كتقومي في لابو ديالك محدها كتذوب وكتدخل لك للوجه ديالك. بيان سور كنشوفوا مستخلصات ديال مجموعه من الفواكه وهي عباره على مضادات للاكسده اللي كتحارب لنا المشاكل والالتهابات والجذور الحره اللي كنتعرضوا لها. فبيان سور مقشر اللي هو مهم بزاف وزوين بزاف. غنتكلموا حاجه اخرى, غنتكلموا على التونر. ومعروف التونر بيان سور اي واحد لا اي وحده كتغسل الوجه ديالها معروف ان الماء فيه في الكلور, فيه الكالكير, فيه بزاف ديال الحاجات. دونك بالنسبه لنا فمن مورا الماء ضروري انني خصني ندير واحد تونر او لا لوسيون اللي كيتونيفي لي لابو ديالي, اللي كي يعني يزيد ينظفها من العمق واللي كيعاونني على انني نفتح المسامات ديال البشره ديالي. فبالتالي حتى ملي كيكون مثلا مشاكل ديال البشره ولا ملي كيكون عندي حبوب ولا ملي كيكون عندي ديتاش ولا غيرها, ففريمون كنحس بان لابو ديالي كتبدا غدا نهار بنهار غدا كتستريطا وغدا كتعالج. فالتونر مهم بزاف. شنو فيه؟ فيه لالويفيرا, في الشاي الابيض, في طحالب ديال البحر, وفي مستخلص ديال الخيار, وفي ماده ولا مستخلص ديال السنفيتون, وفي لا فيتامين ك. الوغ غنتكلموا نشوفوا هذا مستخلص السنفيتون كيتعاود بزاف وغتشوفوه بزاف في كاع المنتوجات ديالنا هذا المستخلص هذا. علاش؟ شنو هو؟ هي واحد العشبه اللي هي مضاده للالتهابات ومضاده للبكتيريا. داكوغ مهمه بزاف, كتدخل في العلاج ديال مشاكل البشره, بعض المشاكل ديال البشره, وايضا كتدخل حتى في المشاكل ديال البشره اللي كتكون دهنيه ولا اللي فيها الحبوب وغيرها. التونر هو كيصلح لجميع انواع ديال البشره بيان سور. طريقه الاستعمال ديالو هو راه ليكيد سائل. ها هو كيفاش كيتحل, هو فيه هذا كنقدر نستعمله بكوتون ديسك وكندوزو على الوجه ديالي. انا راني درت كاع هاد لي زيتاب هادو, دونك غسلت الوجه ديالي بالصابون. بيرسونيلمون كيما قلت لكم عندي لابو اللي هي غاس, انا كنغسل بافوكادو ان شاء الله. مازال غنديروا دي سيونس اخرين ومازال غادي نوريوكم دوطخ برودوي اللي هما رائعين بزاف. فهذه الصابونه اللي كنغسل بها الوجه ديالي, ودرت لو غوماج ديالي, غوميت به الوجه ديالي غير دابا شويه دونك, ودرت تونر لابو ديالي. دونك فريمون كتحس بان لابو ديالك كتليبيرا, كترتاح ملي كترجع في الليل, فشي حاجه اللي زوينه. البي اش ديالو كذلك نوتر, والجميل الجميل هو انه كيقلل من ظهور المسامات. يعني الناس اللي كيكون عندهم مسامات واسعه ولا كيقول لك عندي بغيت لي بور تدو ولا تقابي في الوجه ولا الحفر ولا غيرها, فمزيان انهم يستعملوا التونر. حاجه اخرى, كاين برودوي اخر اللي هو لاكتيفاتور. لاكتيفاتور هو التقطيره ديال لالويفير. هذيك راه كنشوفوا تبارك الله النسبه ديال 98.7% من لالويفيرا بلس مستخلص السنفيتون اللي تكلمنا عليه, اونتي باكتيريان ومضاد للالتهابات وكيقوي المناعه ديال الجلد وغيرها. اول حاجه فهو كيوازن لنا الجلد ديالنا. يمكن لي انني نستعملو كوم ان ديماكيون للعين ديالي والوجه ديالي بيان سور. حاجه اخرى هو انه كي احتوى, يقدر مثلا ما كانش عندي التونر نقدر نستعمل لاكتيفاتور في لا ميم شوز, نقدر نحيد به الميك اب ونقدر نستعملو بعد الغسل ديالي. كنديرو كذلك كوتون ديسك هكا وكن ابليكيه على الوجه ديالي. حاجه اخرى فهو مزيان بزاف كيرطب حتى الوجه, وإلا قصتو العين ديالي ولا في بلاصه اللي هي سونسيبل ما نخافش منه, حيت فريمون سي قطيره الماء ديال لالويفيرا, دونك ما عنديش منها نخاف. هذه حاجه اللي زوينه. غادي نتكلم كذلك على الكونتور دي زيو. دونك الكونتور دي زيو بزاف ديال الناس اللي كي البشره ديالهم والوجه ديالهم مي ما كيديوهاش في المنطقه ديال حول العينين, وهي منطقه مهمه بزاف وحساسه بزاف, ما يمكنش نستعمل ليها اي حاجه. دونك ما نقدرش نستعمل ليها اي حاجه. فمزيان يعني الكونتور الخاص بالعينين, لا تيكستور ديالو زوينه بزاف, دونك كتشوفوا كتحس بها. هو ما عرفتش واش كتشوفوا ولا لا, فرطب بزاف لدرجه انك لو طون اللي كديرو كتحس براسك يعني فريمون لابو ديالك رطبه. او ميم طون حتى الناس اللي كيكون عندهم مثلا مشكل ديال الحساسيه ديال العينين ما يخافوش منه, دونك زوين بزاف. فوالا.
وتبارك الله راه كيدير راه كيدوز مده راه واخا كيبان فريمون هذا مي راه حيت غير كونتيتي قليله في كل حاجه كتعطي فريمون مفعول. شنو فيه؟ حنا كنشوفوا فيه لالوي فيرا، فيه زيت الجوجوبا، فيه المستخلص ديال الباربا، مستخلص ديال دود القز، الكولاجين الطبيعي، ومستخلص ديال زهره الحرير. وهادشي علاش كتعطي واحد الملمس، واحد من فريمون واحد الملمس رطب بزاف ناعم، ما نقدرش نشرح لكم باش انا كنحس فريمون. وحتى الريحه ديالو زوينه، والجميل ان كاع هاد لي برودوي الريحه ديالهم هي الريحه ديال لي زانغريديون اللي كاينين هنا، ما كاينش شي ريحه اخرى مصطنعه ولا فيه شي ماده اللي هي اخرى. زوين بزاف هذا الكونتور دي زيو. اول حاجه كيدير هو انه كيقلل من ظهور الهالات السوداء، اونتي بوش مضاد الانتفاخات تحت العين، اونتي ريد او ميم طون كيعالج لنا حتى الخطوط الرقيقه اللي كتكون هنا ديال اللي كتكون نورمالمون فاش كيكون واحد كيضحك ولا كيدير شي كريماس في لابو في الوجه ديالو، دونك حتى هو كيبان المفعول ديالها. او ميم طون مضاد حتى لدوك البقع اللي تيكونوا تحت العينين اولا النمش اولا النقيطات كيكونوا بيتيتر بعض المرات كيكونوا بحال شي ديبوت بحال شي نميشات وهما بحال شي ما عرفتش الخالات ولا تيكونوا، فعطى دي ريزولتا زوينين حتى هو. كيرطب لنا الكونتور ديال العينين ديالنا وزوين بزاف الريزولتا ديالو، كتبدا تبان ابارتيغ من 20 يوم الفوق فريمون كيعطي دي ريزولتا زوينين، ولكن خصني نابليكيه شاك جوغ بيتيتر نديرو صباح وليل ولا نديرو من الليل ما كاينش مشكل في لي برودوي ديالنا سواء في النهار او بالليل، دونك شي حاجه اللي هي زوينه بزاف وانا فريمون كنستعملو. وكنت واحد لابيريود كنسهر بزاف والحمد لله ما كانش كيبان ليا نهائيا الاثار ديال لي سيرن او لا غيرها في تحت العينين ديالي. ندوزو لمنتوج اخر اللي هو كريم داي او داي لوشن، هو هذا داي لوشن سيتون كريم ديال النهار، باينه غير الاسم ديالها ما كدارش الليل. علاش؟ لان فيها واحد النسبه ديال لا بروتيكسيون ديال 20% تقريبا. هذا لو برودوي هذا فيه لالوي فيرا، فيه مستخلص ديال البطيخ، فيه ورده الاريحه، فيه زيت ديال زهره الكروم، فيه الطحالب الحمراء، فيه فطر ولا مستخلص ديال الفطر، وفيه اوكسيد الزنك، وفيه لا فيتامين او ولا فيتامين سي. زوين انه كيحارب لنا الشيخوخه، كيحارب لنا التجاعيد الرقيقه، مضاد فيه لان فيه دي فروي ودي زويل اسونسييل، دونك مضاد للاكسده، وبالتالي كيحارب لنا حتى الجذور الحره، كيرفع المناعه ديال البشره ديالنا، كيغذي لينا البشره ديالنا او ميم طون. وكذلك سي اون كريم اللي كتصلح سورتو سورتو البشره اللي كتكون دهنيه والبشره الناشفه. فانا نقول لكم واحد لاسيوس، لانه يمكن نقدر ندير اون كريم ايدراتونت قبل منها باش قبل ما نديرو بالنسبه للبشره الناشفه. علاش؟ حيت لا تيكستور ديالو هو داير بحال هكا، دونك لا تيكستور ديالو شويه عقده، وبالتالي كيعطي ما عرفتش واش كيبان لكم، دونك كيعطي فوالا كيعطي واحد لفي مات بالنسبه للبشره. الا شفتوا ما غتلقاو يدي ما بقاتش كتبري، دونك سورتو البشره الدهنيه لي فام ولا لي زوم اللي كيعانيو من البشره ديالهم كتبقى مزيده وكتبان. فواعر كريم داي، ما عرفتش واش كيبان لكم، انا كيبان ليا واحد النتيجه خطيره بزاف، مات فريمون ولات لابو ديالي مات. دونك الناس اللي كيعانيو من البشره الدهنيه كريم داي هائل بزاف، تقدروا يستعملوه، كيعطي واحد لي فيغ غزال بالنسبه لابو. وحتى لابو سيش يمكن يستعملوها، لان ماشي كيعطي داك لي في مات ان البشره شاحبه ولا باهته، نو كتبان ايدغاتي، كتبان داك النضاره، كتبان داك الاشراقه، مي كتبان لابو نورمال زوينه هكا كتشعل. دونك هاد لا كريم كيما قلت لابو غراس يمكن لك تستعملها نورمال، ولا بوسيش بغيتي تستعملها يمكن لك انك دير قبل منها اون كريم ايدراتونت كتعطي لي ريزولتا اللي هي اللي هما زوينين بزاف. اخر برودوي غادي نتكلموا عليه اللي هو الماسك بيو سيليروز، هو هذا كيعجبني بزاف. دونك هذا لو ماسك هذا اول حاجه فيه لالوي فيرا، فيه الشاي الاخضر، فيه كستناء الحصان، واحد النقطه فيه اعشاب بحريه، زوين بزاف الريحه ديالو زوينه. او ميم طون هو ماسك اللي كيدار من مور الكوماج، نقدر نغسل الوجه ديالي
كندير لو غوماج ديالي اون ميم طون كندير لو ماسك ديالي كنخليه في لابو واحد 20 دقيقه من 15 حتى ل 20 دقيقه كاينش مشكل نخليه حتى اكثر ما كاينش مشكل فاللي مزروب ولا هذا كيخليه واحد 20 مينوت وبيان سور لو طون اللي كنحيدو ما كنغسل وجهي ما كنمسح وجهي ما حتى شي حاجه هذه حاجه سي سور فحاجه اللي كنديرها هو انني كندير اون كريم هيدراتونت من موراه فريمون كيعطيني واحد الفيزمين زوين بزاف سواء pour les rides زوين pour l'hydratation ديال لابو كينقي ليا البشره ديالي من العمق دونك معروف بان فاش كنقومي لابو ديالي فهي كتعرى دونك اوتوماتيكمون خصني ندير ماسك اللي هو بمثابه غطاء البشره دونك فاش كنمشي للحمام اكيد راني كنضحك وكن فضروري خصني من موراها نهيدراتي ولا نلبس حويجاتي باش كنغطي لابو ديالي فبالنسبه للوجه ديالنا باش غادي نغطيوه باش كنغطيوه بلي ماسك فهذا هو الدور ديال لي ماسك هو دور مهم بزاف شحال من واحد يقول لا انا ما كنديرش الماسك ولا خطا كبير انني ندير الكوماج وما نديرش من موراه الماسك لان فاش كنقومي الوجه ديالي ضروري خصني نغطيه يعني بهذا المعنى خصو يتغطى الماسك الحاجه اللي زوينه فيه هو انه حتى هو كيهيدراتي وكيوحد اللون ديال البشره ديالي واللي زوين فيه كذلك هو انه حتى الناس اللي كيكون عندهم لابو سونسيبل اولا كيعانيوا من مشاكل بحال الاحمرار اولا مشاكل ديال مره كتبان لهم شي بقع ولا مشاكل ديال هذا زوين ليها بزاف انا بيرسونيلمون دونك درت لا غام ديالي اليوم غسلت الوجه ديالي كما قلت لكم الصابونه ديالي اللي كتعجبني درت التونر كان تونيفي لابو ديالي باردون قبل ما ندير التونر درت الكوماج اللي غوميت به الوجه ديالي قبل ما بغيتش ندير هاد لي زيتاب قدامكم لان خصني الماء وخصني دونك غوميت الوجه ديالي درت له التونر بيان سور دابا غادي ندير لو ماسك ديالي غادي نجرب قدامكم زوين بزاف فوالا المهم عندك نخلعكم ولا شي حاجه ولا الو فوالا غادي نابليكي يا سلام واحد البروده فريمون فوالا appliquer le masque ديالي او بيان سور غادي نتسنى واحد 20 مينوت عاد غنحيدو وهنا كيكون واحد الماء كيكون واحد لان شفتو سبق الله المكونات ديالو شاي الاخضر اعشاب ولا الطحالب البحريه مجموعه من الامور اللي هي طبيعيه جدا معليش مناش نخاف دونك ندهنها في اليد ديالي اولا المهم كيبقى واحد اللي كيدهنها نقدر شاك فوا يبان ليا الماسك نشف نبقى نزيد هنا الماء ديالي فوالا هذا هو لو ماسك اش واش خلعتكم ولا لا فمن موراه غادي نحيدو غادي ندير لا كريم هيدراتونت ديالي وغنقول لكم تصبحوا على خير والسلام عليكم نتمنى ان شاء الله ان يكون فدكم في هذا العرض هذا اي بيان سور غيكونوا حصص اخرى ان شاء الله اللي غنتكلموا عليها على دوتغ كان ان شاء الله بارك الله عليكم اي بون فان سواري